ورحمة الله وبركاته. معكم زهرة من قناة تعلم مع زهرة أو لنميت زهرة. اليوم حنكمل معكم من التعابير الكتابية في اللغة الإنجليزية. راح اليوم ندير لكم على تاج محل للسنة الرابعة متوسط الجيل الثاني. راح تحتاجوها في التعبير الكتابي في الفرض أو الاختبار أو في شهادة التعليم المتوسط أي ولا في أي حاجة راح تستحقوها. هذا على لاندمارك، عالم في مدينة. هذا تاج محل جاي في الهند. هذا هو، هاي الباراغراف، إن شاء الله تكون واضحة. وقفوا الفيديو وقرأوها. هذه هي، لذلك إذا أعجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لنا لايك وتشتركوا في القناة تقول أنتم جداد بضغط على زر سبسكرايب. ونقولكم مرحبا بكم. وأيضا أنا راح ندير حاجة، راح نذكر زعما كل في كل فيديو قناة، زعما قناة تستحقوها وتحتاجوها، قناة جميلة. لذلك اكتبوا لي في تعليقات قنوات مليحة نذكرهم في الفيديو، ولا كانت قناتكم زعما قنواتكم مفيدة وتستحق الدعم اكتبوا لي في التعليقات باش ننشرها في الفيديو القادم ان شاء الله. وما راح نخلي لكم نخلي لكم في الفيديو القادم ان شاء الله قنوات، يعني في كل فيديو حنخلي لكم قناه نذكرها في الفيديو. نخلي لكم رابط قناتها في صندوق الوصف في البيو في الديسكريبشن بوكس. المهم هذا هو تعبير تاع تاج المحل. الفيديو القادم راح يكون تعبير على مقام الشهيد. لذلك نقول لكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.